مستمعينا، اهلا وسهلا بيكم على قناه الصحه والجمال من برنامج ضجه. زي ما عودناكم برنامج ضجه بيقدم لنا كل الفقرات الممتعه، وطبعا كل احنا بنستضيف معانا في الحلقه مواهب، كل واحد عنده حلم وعنده هدف، واحنا بنحطهم باذن الله على اول الطريق وكل واحد يحقق حلمه. عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بيك، منورنا دايما على شاشه الصحه والجمال في برنامج ضجه مع حلقه جديده. عزيزي المشاهد، اذا كان النجاح يجعلك مغرورا متكبرا متعاليا على الناس فانت لم تنجح ابدا، واذا كان الفشل اول طريق الاستفاده منها واستفاده من اخطائك في الفشل فانت لم تفشل ابدا. نرحب بالسادة الضيوف معانا. استاذ علاء، اهلا وسهلا بيك، عرفنا بنفسك. حبيبه حبيبه، احنا اجمل حبيبه، قلوبنا مريها الطيبه ولا خرجت منا العيبه، سمونا في الحب لعيبه، هو احنا عملنا مصيبه؟ طب قلنا حاجه غريبه. حبيبه حبيبه، معاك علاء كابو، يعني بكتب اغاني وشعر وكده. اهلا بحضرتك يا باشا. عرفنا بنفسك. انا عبد الله عبد الحافظ، ممثل، تمام، موهبتي التمثيل، تمام، عندي 23 سنه. عبد الله احمد، تمام، 21 سنه، ثانيه كليه تجاره جامعه القاهره. ما شاء الله، ممثل ان شاء الله. ما شاء الله، منوري. ربنا يخليك. اتكلم معاك شويه. اتفضل يا حبيبي. انت عندك موهبه ايه؟ موهبه كتابه الاغاني والشعر ويعني وبحاول كده. من انت عندك كام سنه؟ يعني من ايام ثانوي. من ايام ثانوي وانت بتكتب؟ تحس بايه بقى لما بتكتب؟ بحس ان جوايا طاقه واطلعها في الكتاب، او حاله بس انا برسمها بالكلام. تحب تكتب ايه يا زعلان؟ النوع اللي بتكتبه ايه؟ الشعر. انا بحب اكتب كل حاجه، ممكن اكتب دراما، ممكن اكتب عن حب، ممكن اكتب مهرجانات، ممكن اكتب فصحى. طب انت محضرنا اي حاجه كده؟ في حاجه اللي هي المطلع انا قلته من شويه، ممكن يعني اكمل لك قصيده ان شاء الله. قلت لك حبيبه حبيبه حبيبه، احنا اجمل حبيبه، قلوبنا مليها الطيبه ولا خرجت منا العيبه، سمونا في الحب العيبه، هو احنا عملنا مصيبه؟ طب قلنا حاجه غريبه. حبيبه حبيبه، طب رشه جريئه ورشه، تيجي نخرج نتمشى على البحر، نقعد نتعشى، سيبك من الناس والدوشه، مكسوفه مكسوفه وعينيكي بتقول ملهوفه، مكسوفه طب من ايه، سيبي نفسك ليا في ايه، انسي اللي فات والغيه والجاي معايا عشيه، تيجي نخرج من المود الواقع والمفروض، انا غني الاحلى خدود، بنت الجيران على العود، غيرانه غيرانه ومني كمان زعلانه، ازاي تغير من دي، ارضيكي بس بايه، طب قلبي معاك خديه والجاي معايا عشيه، تيجي انا وانت وبس في الحب نذوق ونحس، نتكلم بالهمس لا نسمع جن ولا انس، مشغوله معقوله عني انت مشغوله، ما انتيش من دول ولا دوله، انت في حياتي الاولى، انساكي مش بسهوله عن قلب انت المسؤوله، من قلبي مش منقوله، عشقك وبكل رجوله، في عينيكي براءه وطفوله، ايوه حبيت عسوله، عايزاني اهياني بنت الحلال طلباني، طب اسبقيني على البيت في ثانيه وراك انا جيت، ايوه طبعا حبيت جالك روميو وجولييت، انت الامل في حياتي وحبك هو حياتي، اختي وبنتي ومراتي ومعاكي هعيش اوقاتي، سيبك من كل الناس انت في حياتي اساس، ده انا اشيلك فوق الراس ما انت الوتر الحساس، وبقولك اكتبي بوسه يا قشطه على بسبوسه، جبت الشبكه يا عروسه بصي اصحابك مفروسه مثلا. جميل. استاذ علاء، كنت سمعت انت عملت حاجه للاهلي قريب. هو عملت ايه؟ كان واحد صاحبي اسمه حماده بيكا، هو مطرب مهرجانات. حماده بيكا يعني؟ هو يعني مثل اعلى. تمام. مهرجان الاهلي؟ وكان كان ساعتها الماتش بتاع الاهلي بتاع الباير. كاس العالم للانديه. كلمنا، كنت في الشغل وكلمني الساعه 6 كان قبل الماتش بيوم. وحب يعمل مهرجان في نفس اليوم ده. بحيث ان هو يطلع الصبح يبقى ايه؟ المهرجان موجود. تمام. انا طبعا اتخيت، قلت له طب انت ازاي تقول لي اكتب مهرجان دلوقتي عن الاهلي، اغنيه على الاهلي دلوقتي؟ رحت ماسك الورقه والقلم وانا في المواصلات اليه كتبت المهرجان ورحت نفذناه وطلعت اليوم. طالما كتبته بسرعه دي يبقى انت اهلاوي. طبعا صح. اهلاوي صميم؟ طبعا صميم من العظم. طبعا الاهلي في دمنا فلازم نكتب له كل اللي طبعا. ابو تريكه يعني دلوقتي عشق. طب لو حد عايز يتواصل مع استاذ علاء، هي الاغنيه على الشاشه، ده اليوتيوب بتاعه، لو حد حابب يتواصل مع استاذ علاء بيكتب اغاني ومهرجانات وبيكتب شعر وموسوعه. يعني هو اللي على الشاشه دوت اللينك بتاعك؟ لا لا، ده بتاع الاستاذ حماده بيكا اللي هو منزل عنده المهرجانات بتاعتي. تمام. دول المهرجانين دول انا هكتبهم. انت اللي عاملهم؟ ده انا اللي عاملهم، كاتبهم يعني.
من امتى كده؟ يعني بقالهم حوالي بتاع شهر كده ولا حاجه. طلعوا ترند ولا لسه؟ لا، في واحده فيهم اللي هي بتاعت او تخلق في المجره جايبه حاجه و60,000. حاجه و60,000، ما شاء الله عليك. 65,000 بس الاهلي لسه يعني حظها مش. لا لا، هتطلع الاهلي كام مليون. ما ان شاء الله باذن الله عندكم ان شاء الله تطلع باذن الله. هتطلع ان شاء الله باذن الله. نورنا. عبد الله ايه بقى؟ اشمعنى الماتشنج مع بعض؟ هو هي دي حاجه كده، احنا فجاه كده قلنا ايه، احنا مع بعضينا نعمل كتيم كتمثيل، احنا مع بعضينا ارتجلنا مع بعض على المسرح قبل كده، فجت معانا كده صراحه يعني. انا بس يبقى احنا ايه، نستغل الموقف ده ونزودها كمان باللبس. يعني يبقى تيم من كل حاجه. هو بدايه التمثيل اصلا احنا يعني الموهبه جات لنا انا وهو. مش طلعنا انا وهو مره واحده. اللي هو جات لي معانا صدفه اصلا، ما كناش مرتبين يعني. حسبه 16 سنه هو اتصل بيا في التليفون قال لي ما تيجي ومش عارف ايه، كان في شركه بتفتح للمواهب وكده. كاستنج؟ رحتوا عملتوا كاستنج؟ مش كاستنج، شركه انتاج. شركة انتاج. تمام. رحنا انا وهو، قلت له يا عم احنا مالناش في الكلام ده ومش عارف ايه، قال لي هنروح نجرب مش هنخسر حاجه. رحنا، اول لما المخرج شافنا يعني انبهر بينا. انا الصراحه انا استغربت. بيقول لي انتوا عندكم موهبه فذه جدا وكاريزما عاليه. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني عشان نستقبل المخرج معانا. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني استقبال المخرج العظيم معانا استاذ عادل عمار صاحب مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا بيك، منورنا. الله يخليك. ما نقدرش نعمل حلقه انا من غيرك والله. والله ده شرف ليا وانا اسف على التاخير. لا ولا يهمك ولا يهمك. الله يخليك، منورنا في البرنامج. الله يخليك يا استاذ. معلش احنا يا جماعه متاسفين على التاخير، بس الاستاذ عادل ما يقدرش يتاخر علينا ولا على اي حد. هو دايما 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 ما بيتاخرش على اي موهبه شابه، وعلى يعني بدعم. حتى في المهرجان بتاعه بيدعم كل الشباب. هو المهرجان بتاعه اساسا بيتهاجم كتير جدا، لان المهرجان الوحيد اللي في مصر اللي بيدعم الشباب. كل المهرجانات فعلا بتدعم الناس المواهب اللي اساسا يا مشهوره يعني، هم مش محتاجين تكريم. الاستاذ عادل رسالته ان هو بيكرم الشاب في اول يعني في اول ظهوره، بحيث انه يديله دافع معنوي لقدام يعني. بالظبط. مرحبا يا زعيم. الله يخليك. معانا بقى مجموعه شباب كده حلوين. تمام. عايزين نعملوا مشهد ونشوف بقى راي حضرتك فيه. هم منين الاول؟ يلا. والله انا من الهرم. وانا من دار السلام. يعني القاهرة. تمام زي الفل. اجدع ناس. تتلخبطش بقى بينهم عشان عاملين هما الاثنين عبد الله وعبد الله. عبد الله لابسين نفس اللبس. ايوه ربنا يوفقهم يا رب. يا رب. الله يخليك يا استاذ عادل. اتفضلوا. مين هيبتدي؟ هما الاثنين بتاعنا عاملين مشهد مع بعض. نعمل مشهد. نبتدي. انت يا دي درديري، انت يا غفير التيل، انت يا عمده بتزعج ليه؟ انت بتعمل ايه عندك هنا؟ نايم يا عمده. ايه ما نامش يعني؟ لا لا، ما متعليك حيطه، وانت شبه الجدي الزرايبك دي. ايه ده يا عمده، هو انت عرفت؟ ما باين عليك يا والله يا عمده، كل الناس بتقول لك دي، بس في اختلاف بسيط قوي يا عمده. ايه يا فالح، ما انا عارفه اكيد. ايه هو الديل؟ الديل يا عمده لا حاجه تانيه، السكسوكه. ايه ده يا راجل، يعني انت الديل؟ يا عمده ما تحرجنيش بقى قدام الناس. ما حرجكش ايه؟ وانت بتتحرج ولا عندك دم انت؟ معلش بقى يا عمده، هنعمل ايه؟ خلصت الحاجات اللي وراك ياد؟ يا عمده ده انا مسحت السلم وكنست الزرع واكلت البهايم وعملت كل حاجه. اكلت البهايم؟ ايوه يا عمده. اوعى تكون كلت معاهم ياد، عشان انا عارفك ياد تيفي. لا يا عمده ما انا واكل. واكل ايه ياد؟ لا واكل متغدى يا عمدي، انا ما باكلش معاهم غير لما بجعان. لا ما انا عارفك والبرسيم مش عندي كتير. لا عمدي انا عارفك. ما انا باكل لما بجعان بس يا عمدي. طب ماشي يا واد، روح شوف غور من قدام وشوف وراك ايه. غور. حاضر يا عمدي، حكم الاجابه على الضعيف. تمام. برافو. بس ايوه، بس تسريحه الشعر مش ماشيه مع المشهد. مش ماشيه مع المشهد. لا لا، لو انتوا كنتوا فاجئتونا بقى، انتوا تجيبوا الكاركتر نفسه. ايوه اللبس. والله هو اللبس. والله هو كمان المشهد ده احنا ارتجلناه. يعني حتى ما حدش قايله لنا او كده. لا هو احنا مرتجلين. واحنا على فكره بنكتب سكريبتات صغيره، سكتشات. سكتشات يعني احنا مؤلفين سكتشات اصلا جنب التمثيل. حلو جدا، موهبه بجد مبشره. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بس انا زي ما بقول لك كده، لما تبقوا رايحين على برنامج حلو ومهم زي ده وبيتشاف طبعا هو الفيديو. تمام. فانت تعمل ايه؟ لا انا اروح محضر الشخصيه الكاركتر بالظبط واطلع بيها، وتسريحه الشعر دي أوكي. شويه بتوديكوا في حته تانية. فاهم. لكن انا لما انا بعامل الكاركتر مظبوط يبقى انا رايح بقدم نفسي بشكل مظبوط. بس بجد بدايه حلوه جدا. ربنا يخليك والله. شرفتني. لا ده من تاليفنا احنا. ارتجال من تاليفنا احنا.
واخد الكاركتر بتاع انا فاهم انا فاهم تدخل قلب المشاهد على طول. ايوه, أيوة انا فاهم يعني بس هم تحس كاركتر كوميدي تمام صح كده بس هم ايه لما بيدخلوا لي بالشكل ده ببان القشره الخارجيه فقط اللي هو نبره الصوت بس والبتاع لكن لما يدخل لي بالكاركتر كامل اقدر اديله 80-90% اوكي انما كده هو شويه فاصلني عن الشخصيتين اللي هو عاملهم بلبسه وبالتسريحة الشعر بس حلو ما شاء الله عليك مش عايزك تزعل من كلامي لا 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 كلامك والله بسمع والله كلام صح كلام حضرتك معايا نصيحه كويسه عامه واول اول شيء لتحقيق انجاز او نجاح لازم تؤمن بنفسك بالظبط اللي هو انت تقول لنفسك نعم انا استطيع أيوة. ويجب ان استطيع من اجل ايه النجاح تمام ما هو النجاح لازم يبقى هدفه انت فاهمني وهو وهم العيال واضح ان هم لسه في بدايه مشوارهم وما عندهم الحماس واخد بال حضرتك بس هم عاوزين شويه توجيه ده دورنا احنا تمام تمام هو عموما احنا اصلا بقالنا 5 سنين حلو قوي بس سنكم صغير 21 سنة ولسه ربنا يسعدك طيب عملنا مع الشركة اللي احنا رحناها قدمنا فيها دي كانت عملت لنا سيت كوم وكاميرا خفية والكلام ده وصراحة المخرج بتاعها معجب بينا جدا بس يعني انتوا على فكرة دمكم خفيف ربنا يخليكم انا بس انا عايز انبه لهم نقطة مهمة جدا على السوشيال ميديا امتلأت المدعين والنصابين طبعا ما هو ده خدوا بالكم كويس قوي مش كل واحد بيقول انا عايز وجوه جديده اول حاجه يقول لك انا اسمي كذا ادخل على جوجل واكتب اسمه اكيد طبعا ظهر لك تاريخه واعماله ثق فيه صح واخد بالك ملوش سابقه على الفيسبوك او على انسى خالص طبعا فعلا عندك حضرتك معانا بقى الموهبه الجميله دي تقول لنا عايزين نقدمك برضو ليها يا استاذ اتفضل اول حاجه يعني اتفضل قول حاجه بتقول انا كنت مفكركم حبايب اتفضل كنت مفكركم حبايب وعايشتولي في خداع انا منكم عبد وشايل في زكايب من الاوجاع انا كنت حاسبها محبه خرفت الاله الحاسبه طلعتم اكبر كذبه وبان اصل الخاينين انا شفت منكم عجايب وقعتوني في مصايب العيل عبد الشايب واتقلبت الموازين انا برمي على الاصحاب اللي اداروا في الشده دول مستنيين لي خراب ومجهزين العده الدبح كان مجاني والسكينه سرقاني دخان الغل عماني لغيري مش شايفين الملح في عشكم عادم ما رد كلامكم صادم انا كنت بالع هاضم وبقول مش قصدين بس انتوا طلعتوا عوالم ورقصين في مياتم واقفين لي على السلالم ومعطلين سنين في كلامي معاكم قاتم معبي منكم كاتم وانا لو فيكم شاتم هقول وهقول في العين الله بيكم عالم يحكم عليكم ظالم ما يخلي منكم عالم يا خونا يا منافقين لغتكم معايا طلاسم لغتكم معايا طلاسم حاسس بالغل وفاهم في جرحي كله مساهم مش عارف الوم على مين اعوذ بالله حاهمين حمايه من التعابين اصل انتوا شطانكوا رجيم وانتوا في مخاويين انا هادد المعبد هادم قاتل فيكوا وعادم حفرت عليكوا ورادم وقريت عليكوا جزئين في بيوتكم حد شاف يا جامع حريم وهوانم انا جامع مذكر سالم وكلامي ذو حدين رجولتي دهب في مناجم ومن اللصوص بتهاجم كلامي دروس في ملازم ويركوا في مذاكرين يا حبة قرود في مسارح أنا من قرفكم رامح لا تجمعني بيكم مطارح ولا شوفكم لدقيقتين كلامي معاكم واضح أنا كاشف فيكم فاضح أنا اسم الألم الجارح وأقسمكم نصين برافو بس حاسس ان هو بيقصف جبهه يعني قصدي انا شايف ان شعر رايح ناحيه الرباعيات بتاعت برام التونسي واخد بالك وصلاح جاهين تمام فانت بس انا عايزك تقرا منهم كتير قوي وتحاول تمشي على المنهج بتاعهم لان انت واضح ان انت كاتب قصيده طويله جدا واخد بال حضرتك والمعنى واضح من اول جمله انت عايز ايه وتقصد ايه انما رايي ان انت دايما تبقى الجملة القصيرة أفضل مني أنا أكتب عريضة طويلة وعريضة عشان أوصل الهدف بتاعي فأنت حاول بقدر الإمكان أنك أنت دايما تقتصد في كتاباتك كل ما كانت القصيدة قصيرة ومكيرة بحيث أنك تقصد بيها هدف معين هتبقى أفضل من أنك أنت تقعد تسمعني صفحتين ثلاثة واخد بالك أنت عامل شغل كويس جدا ما بقللش من شغلك حلو قوي بس هو صلاح جاهين وبيرم التونسي لو تبص عليهم هم 6-7 سطور صح انت فاهمني وبيديك المعنى تمام امشي نفس المنهج ده مش بطول القصيده انت فاهمني بمعناها بقوتها بتاثيرها
وربنا يوفقك ان شاء الله خير باذن الله. ده شرف لحضرتك والله حبيبي. تسلم. هو ده اللي انا قلت له برده قبل ما ندخل هوا. كان حابب يسمعني فسمعني، فقلت له حاول تقلل من القصيده بتاعتك، لان المستمع والمشاهد بيحب الحاجات القصيره. بتدخل على طول يعني، بتجيب المعنى اللي هو عايزه بالظبط. تمام. في حاجه عايز اكلمك فيها بقى بخصوص النصب على الشباب اليومين دول، والناس اللي بتنتهز الفرصه ان الشباب عايز يطلع وعايز يشتهر وعايز كل ده، فايه رايك في الموضوع ده؟ بص انا لسه جاي لي امبارح دعوه لحضور مهرجان اسمه 100 شخصيه مؤثره. تمام. تمام. ف يعني زميله بعتاهم يعني من عندي على الفيسبوك وبعتها لي وبتعمل، قلت لها بصي انا بعتذر عن الحضور. ليه؟ لان ال 100 شخصيه مؤثره دي في مهرجانات كتير جدا بقوا مليون شخصيه مؤثره. طب انتوا مؤثرين في ايه؟ انا نفسي مؤثر في ايه؟ انا ماليش تاثير. يمكن لو انا تاثير جوه بيتي انا ابوس ايدي وشي وضهر. انت فاهمني؟ ما انا كنت صراحه. لا بس انت بصراحه يا استاذ شخصيه مؤثره في حاجه واحده. مش في حاجه واحده. معلش معلش. اتفضل. حاجه واحده. انا بجتهد. بتجتهد عشان توصل رساله وتوجه. انما انا اللي عندي في المهرجان مثلا، لو دول انا موجودين عندي في المهرجان هقدر اقول له لا تسريحة شعرك دي مش عاجباني، اعمل تسريحة شعر تاني، هيسمع كلامي؟ لا. يبقى انا مش مؤثر. مش مؤثر. انت فاهمني؟ امتى انا ببقى مؤثر؟ اني انا اوجهه ويمشي ورايا. اكيد. لكن هات لي دلوقتي الشباب بيتاثر بمين الا بالنماذج بقى زي محمد رمضان، باحمد عز، باحمد السقا، دول اللي اتاثر بيهم. لكن انا ما وصلتش لسه للمرحله دي علشان تيجي تقولي لي انت من ضمن الشخصيه ال 100 شخصيه مؤثره. تمام. انت فاهمني؟ فلا احنا في مرحله انعدام وزن وفوضى على السوشيال ميديا. وفي ناس كمان، وفي ناس في الفتره دي فعلا انها بتقلل من قيمه الشخص الناجح والمتميز اللي بيجتهد. تمام يا جماعه، لو هتقللوا من الشخص يعني لو مش هتمدحوا الشخص بلاش تذموا فيه. يعني بجد لو مش هتمدحوا الشخص بلاش تذموا فيه، بلاش توقفوه عن بلاش تهدوا عايزه. بلاش تهدوا في اللي هو بيبنيه. بجد يعني شكرا ليكم، نورتونا بصراحه. الفتره كانت جميله جدا، ونورتنا يا استاذ عادل. الله يخليك. ونورتنا المواهب الجميله. هو شرف لينا والله اللي احنا مع حضرتك. الله يخليك. تسلم. نورتنا. ربنا يخليك. نورتونا والله كانت حلقه جميله جدا وممتعه. نراكم قريبا ان شاء الله. مشاركه في البرنامج، رجاء التواصل على الارقام، وان شاء الله ضجه جديده ان شاء الله.